فوكس فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة FM. السلام ومرحبا بكم في عدد جديد من فوكس. موضوعنا لليوم باش يكون ارتفاع نسق الإصابات بكورونا في تونس. كما صاير في عدة بلدان في أوروبا وفي آسيا وأمريكا، نسق الإصابات بكورونا في تونس قاعد يرتفع. فما بوادر موجة خامسة لكوفيد في بلادنا. حسب الأرقام اللي تنشرها يومياً وزارة الصحة والأرقام متاع الوضع الوبائي في تونس، فإنه نسبة التحاليل الإيجابية ارتفع بعد ما كان في حدود 2% في الأيام الفاتة. نلقاوه مثلاً نهار 15 ديسمبر الجاري بلغ 5.72%، نهار 14 ديسمبر كانت التحاليل الإيجابية في حدود 3.75%، 16 ديسمبر 3.8%، فما ارتفاع في عدد الإصابات وفي نسبة التحاليل الإيجابية. عدد المرضى أيضا ارتفع، نقاو نهار 16 ديسمبر عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمساحات الخاصة هو في حدود 172 شخص. عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات والمساحات الخاصة في حدود 20 ذي بتاريخ 16 ديسمبر. المرضى اللي يقع التكفل بهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص عددهم 76، وعدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي بلغ 13 حالة. نجيو نقارنوا الأرقام هذه بالأرقام المسجلة يوم 12 ديسمبر، نلقاو فما ارتفاع، لأن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمساحات الخاصة هو 212 انخفض، لكن على عدد الحالات الجديدة المسجلة نلقوها ارتفعت نهار 16 ديسمبر، لأنها كانت نهار 12 ديسمبر 10 مرضى. المرضى اللي يقع التكفل بهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين كان في حدود 64، وعدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي كان 10 حالات. نلقاو كل المؤشرات تقريبا فيها ارتفاع، عدد المرضى اللي تحت التنفس الاصطناعي أو الحالات الجديدة أو المرضى اللي يقع التكفل بهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة. منظمة الصحة العالمية قالت أنه من المرجح أنه المتحور الجديد زي أوميكرون ينتشر بشكل أكثر سرعة من دلتا، هو سريع الانتشار بالمقارنة بالمتحور دلتا، ينجم يتسبب في أعراض أقل حدة لكنه سريع الانتشار. هذا حسب منظمة الصحة العالمية اللي أكدت أنه تم رصد المتحور هذايا في 87 دولة. آخر الأرقام تقول أنه تم رصد متحور أوميكرون في 87 دولة، هذا حسب منظمة الصحة العالمية، لكن الأرقام ممكن تكون أكبر من هذا برشا، خطر عديد الدول ما أعلنتش رسمياً أنها رصدت المتحور هذايا اللي يظهر أول مرة في جنوب إفريقيا، ويشهد انتشار في بريطانيا وجنوب إفريقيا، زوز دول ذوما يشهدوا أكثر انتشار لمتحور أوميكرون. المتحور هذايا كما قلنا يتميز بسرعة انتشار غير مسبوقة تتجاوز كل الموجات السابقة تقريبا، وبالمقارنة مع نفس العدد من المصابين بسلالة دلتا نجد أن نسبة الحالات الخطيرة المصابين بمتحور أوميكرون أقل ب 25% تقريبا. لكن بما أن العدد الجملي للمصابين يرتفع، فإنه باش يكون العدد متاع الحالات الخطيرة المسجلة يوميا أكبر من الموجات السابقة. سرعة انتشار المتحور هذا تخلي العدوى شديدة، ومن بين الحالات الخطيرة في المستشفيات يمكن يكون فما 85% من غير الملقحين. التلقيح بجرعتين يحمي بنسبة 70% من الحالات الخطيرة، وهي نسبة جيدة لكنها مش نفس النسبة اللي كانت مع السلالات السابقة. مع السلالات السابقة كانت نسبة الحماية اللي وفرها التلقيح 90% وأكثر من 90%، لهنا مع أوميكرون نلقاو نسبة الحماية 70%. التلقيح حاليا بجرعتين غير كافي للحماية من انتشار العدوى حسب الخبراء وحسب المنظمة متاع الصحة العالمية، لأنه يحمي من العدوى بنسبة 30%، ولا التلقيح بثلاث جرعات هو اللي يحمي بنسبة 90% من الحالات الخطيرة، يعني في نفس مستوى الحماية من السلالات السابقة إذا لقحنا بثلاث جرعات. تلقي الجرعة الثالثة من التلقيح أو الجرعة المعزة هو أكثر وسيلة للحماية من متحور أوميكرون. تلقيحها كما قلنا بثلاث جرعات. يتجاوز عدد الأشخاص في تونس اللي تلقوا الجرعة الثالثة 630,488 شخص. نذكروا أن وزارة الصحة كانت قد عمت إجبارية الجرعة الثالثة على كافة الفئات العمرية اللي عمرهم بين 18
فما فوق. الأطفال غير الملقحين باش يكونوا من عوامل نقل العدوى، لكن الإصابات الخطيرة ما هيش واردة في صفوف الأطفال. مع ذلك وزارة الصحة كانت أقرت أيضا التلقيح للفئات العمرية اللي أعمارهم ما بين 5 و11 سنة، يعني تقريبا الأطفال اللي أعمارهم فوق 5 سنوات معنيين بالتلقيح. وانطلقت وزارة الصحة في تطعيمهم وبدأت بالأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة في انتظار تعميم جرعات التلقيح على الأطفال الكل. فوكس اليوم انتهت، خصصنا لها الحديث عن ارتفاع نسق الإصابات بكورونا في تونس والتحسيس بضرورة أخذ أو تلقي جرعة ثالثة من التلقيح للحماية من المتحور الجديد والاحتياط من موجة خامسة. نكون إن شاء الله مستعدين لها في تونس في صورة ما إذا بدأت، والأكيد هي بوادرها بدأت من توا. كالعادة كنت معكم سمية حمدي في الإعداد والتقديم، وسيف الدين بولعريس في الإخراج. تلقوا إن شاء الله غدوة في موضوع جديد. باي باي. فوكس. فوكس. أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة FM.